وطفليها في كيبوتس حوليت بعد تحفظهم عليهم خلال الاشتباكات. تظهر طبعا في الصورة هذه السيدة التي تقول القسام بأنها أطلقت سراحها. بس أنا سجلتها الأول من غير صوت، في كيبوتس حوليت بسجلها عشان أحطها على القناة خلال الاشتباكات. طبعا هذه الصور لإطلاق سراح هذه الامرأة الإسرائيلية كما نتابع في الصورة التي وصلتنا والتي تبثها كتائب القسام لإطلاق سراح هذه السيدة مع أطفالها من كيبوتس حوليت بعد تحفظهم عليهم خلال الاشتباكات. إذن هي تحمل طفلا والآخر يسير بجوارها كما نلاحظ في هذه المنطقة الوعرة.